أقامت جمعية سوريا المدنية وبالشراكة مع جمعية نريد أن نفرح ومركز دمشق للأبحاث والدراسات ميداد ورابطة النساء السوريات ندوة لمناقشة مسودة مشروع تعديل مواد من قانون الأحوال الشخصية، وذلك في المركز الثقافي في أبو رمانة بدمشق. نحن صلنا حوالي سنة ونص، سنة وثمان شهور تماماً عم نشتغل على المرأة والقانون. بدأنا بثماني أدار العام الماضي حول تمكين المرأة سياسياً وقانونياً وتعليمياً. اشتغلنا على القانون من العام الماضي والآن. السبب لبناء أسرة حقيقية سورية يجب أن يتم تمكين المرأة فيها، وبداية عبر القانون. طبعا التعليم مهم جدا، السياسة انخراطها بالحياة السياسية، ولكن على مستوى الوطن لابد من وجود قانون قوي يعطيها حقوقها، وبالتالي هي تقوى بهذا القانون. التعديلات ليست جوهرية بالمعنى، لكنها يمكن أن تعطي نتيجة كبيرة بالنسبة للمرأة السورية، ونأمل طبعا لاحقا أن يكون هناك، نأمل أن نحشد دعم وتأييد كبير من كل من يؤمن أن المرأة إنسان ومواطن يحق لها أن تتمتع بحقوقها جنبا إلى جنب مع الرجل كمواطنين في هذه الدولة. اليوم ندوة حول تعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية. المشروع كتير مهم، كتير له خصوصية عالية، لأنه لازم مواد القانون تتوافق مع احتياج العصر ومع تطور المجريات بإطار الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي. الدستور السوري أعطى المرأة كتير كتير، أعطاها واهتم فيها من ناحية التطوير، من ناحية العمل، من ناحية الإنسانية كلياتها. فالأم هي أساس الأسرة، إذا ما كانت مرتاحة بالأسرة معناتها المجتمع في خلل. واللي عم نشوفه هلأ زيادة الطلاقات، الأولاد اللي كتروا بالشوارع، فهذا كله يعني بحز بنفسنا إنه سوريا بلد متطور، سوريا بلد زاهي، بلد خير ما يضل. ومنشان تعديل بعض المواد تضل هالمظاهر وهالمناظر موجودة، لا يعني ما بيجوز، لازم تنتهي من أجل تطور البلد، من أجل تطور مستقبل الأطفال، ومن أجل صحة الأسرة. المرأة تشكل نصف المجتمع. نحن من يوم الجلاء من 1946 لحد الآن، إذا بنرجع للتاريخ بنلاقي المرأة السورية شاركة في وجودها من 1918، واستمرت في سبيل تحقيق وجودها كامرأة ومساعدة للنضال ومساعدة من أجل الاستقلال، واستطعنا أن ندحر الاستعمار بسنة 46. لكن الظروف اللي مرينا فيها المرأة عندها مسؤوليات كثيرة، فشوي أثروا بالتعليم. فالمرأة أهم شيء إذا بدنا نطور مجتمعنا السوري أن نهتم منذ الولادة بالتربية والتعليم. التعليم رقم واحد، لما الإنسان يكون بتعلم بيقضي على الفقر. أما تيجي تقولي لي والله بدنا نقضي على الفقر، لا، أقضي على الجهل، فبالتعليم أنت بتقضي على الفقر. أغلب المداخلات التي تمت خلال الندوة طالبت بالإسراع في تعديل الأحوال الشخصية من أجل مواكبة روح العصر وبناء أسرة صالحة سليمة تخدم الوطن في المستقبل.